قال بيقولوا خبي قرشك الابيض ليومك الاسود، خبي قرشك الابيض ليومك الاسود. هلا هو صح معقول، لانه احيانا لما يجي اوقات يعني الواحد بيكون معتاز مصاري يعني، واذا كان مخبي انه ايه بالفعل بيلاقيهم. يعني انت مع هذا المثل؟ انت شو رايك خالد؟ والله نفس الشيء كمان، انا يعني بقيم كمان هيك على جنب كثير مشان انه وقت نعتاز نلاقيهم باذن الله. معناها انت مو مع انه فكره مثلا انه الواحد يصرف مصاريه بيومه، يعني مو بيقولوا انه الواحد يعيش يوم بيومه يعني؟ لا يخبي شوي معلش بلاقيه بعدين. كلام حلو. ما اكيد لما بتعرفي عرفت شلون؟ يعني الواحد ما بيعرف ايام عسر وايام يسر، بجوز شي يوم يمرق ما يكون معه مصاري او ما يشتغل او شيء، اذا مخبي شويه مصاري بيقدر يصرف فيهم بالايام العسر تبعيته يعني. والله شيء حلو. نعمل هيك؟ اي نعم، الواحد بيصرف على بحاجته، اذا بقي معه شيء بقي، ما بقي مو ضروري يعني. يعني انت بتعيش يومك؟ لا مو بعيش يومي. هلا اذا بحاجه شيء انا بالسرية يعني مباشرة ما بستنى لحتى هي معي زاد، معي شيء زاد، ما زاد مو ضروري، ما بحرم حالي يعني. والله ما حبخ بشيء يعني، بيني وبينك بهالغلا ما في شيء تخبى. ايه بصير. ليش؟ لانه ايام امرار يعني، في اوقات تجي صعبه يعني. مو معنى انت تعيش يومك تغري، لا بتخبي. هو بهالوقت هذاك اليوم بيوم الصراحه. طبعا. ليش؟ اكيد. ليش؟ ما بتحبي تعيشي كل يوم بيومه؟ لا لانه بخاف من المستقبل يعني بهي الظروف بس، ولا انه بشكل لا عام؟ لا دائما المفروض هو يخبي شيء لايام ثانيه. ما بتعرف الايام شو مخبيت لي؟ مخبيه ما بتعرفي. طيب انت بتعيش كل يوم بيومه يعني ولا لا خلص كل يوم بيومه؟ لانه احنا شغالين يعني كل يوم بيومه عندك ما بتخبي؟ ما في مجال. لازم الانسان دائما يخبي قرشه الابيض ليوم الاسود. ليش؟ يعني للظروف، واحد صار معه شغله صعبه. ما بتعيش يوم بيومه؟ لا شو هاي يوم يومه هذا الجاهي، اما صار لازم يعني ينطر وراه، ما هي يعني الواحد ما بيعرف شو بصير معه. ما بتعيش كل يوم بيومه؟ هلا يعني بامكانك تعيش كل يوم يومه، بس اذا بتخبي الافضل انك تخبي قرشك الابيض ليومك الاسود.